حضرتك قلت ايضا سابقا وغير مكشوف على شبابي وشبابه فكر لا لا ابدا ما فكر ابدا وسقط الوسطين. صحيح. هل نجح في اداء مهمته مشروع لقاء القدس؟ وبعد حضرتك قلت ايضا انه قد يكون هذا المشروع اللي نحن قدمناه رح يحفزهم انه يشيلوا الستين ويجيبوا قانون جديد بس يروحوا بالاردن. جرى بامتياز على ذلك صارت معنا نحن اصحاب المسيحيين ليبقى من لبنان ايضا لدولة الرئيس قال انه طيب هذه الهواجس مشروعة قبل ما ادخل في هذا الموضوع هذه الحقوق مشروعة لكن رح اقول حتى ما نرجع نقطع هذا الكلام بصورة الى وزارة الدفاع محاولة اللف القضايا المصرية اللي هي 14 قضية مصرية اساسية اساسا هي انه هي ستحوز ايضا على الاكثريه يعني حتى النائب وليد جملات اللي كان من تقيه قال انا ماني موافق معه على الدوائر الصوره هيدا طرح قدموه المستقبل اللي ما كان عندهم قانون يقدموه بس هل اليوم يصلح وهل انتم مع ان يكون مشروع اللقاء الارثوذكسي هو قانون لان يتم فيه انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ او شيوخ لمجلس الشيوخ ويكون عنده صلاحيه كمان مجلس النواب طائفي اي مدى مثلتكم الدعايه التي اقيمت لدفاعا عن مشروع اللقاء الارثوذكسي واللي او عن المسيحيين اللي او اصوات المسيحيين بالانتخاب لبنان الذي يريده اليف تجربه بعد فصل الاعلان يكون مجددا ونتابع حوارنا مع نائب رئيس مجلس النواب السابق اليف رجلي دولة الرئيس حضرتك الاعلان الترويجي لمشروع اللقاء الارثوذكسي والذي نريده وليس لبنان الذي يخرج فيه كل شخص من قوقعة ومن مذهبه ليتحدث باسم مارونيتو أو أرثوذكسيتو أو غيره من الطوائف بأنه أنا ما كان إلي صوت هيدا منه كسر للتهميش وللإحباط إنما هذا إدخال المسيحيين مجددا في دوامة الإنعزال هل هذا ما أردتموه؟ لا أحد يدخل أفضل فلتكن مرحلة دائمة إذا أفضل فلتكن المشترك قانونا اذا تحول قانونا هذا المشروع رئيس الدستور مش فخامته يتحدث المسيحيين بالدوحه كيف مش عامل المسيحيين لما دولة الرئيس بيرجع لعماد ميشيل عون بيقول استرجعنا الحقوق وردي انا تهمني بحمايه او عن حمايه العيش المشترك انا بعطي الشركات وصل الى مرتد لطائفته عم يرجع طائفته اعملي طائفه اسمها طائفه حضرتك عم تقول لي ما في اللي يضيع حقوق شريحه من مجتمعنا لا ما رح يرفضوا انا طبعا وين مني لا بعض في اكتب الحروب بقول بان النواب هن نواب خدمات وليس نواب تشريع لا في ما اخذ ذلك اللي مش صحيح صحيح مع الخط القومي والعربي اللي هو محدوده لا لبنان ولا كسروان ولا لبنان هذا الكلام ليه مثلا المطران عوده رفض اولا ليه حتى الارثوذكس اللي هو دوله الرئيس ميشيل المور ليه رفضوا شايف الدنيا بيمثلها المطروحات اليوم غدا قد يقدم مشروع قانون ايضا من تيار المستقبل جلد. حول دوائر صغرى بين 35 الهيئه العامه اذا بيامن 64 لو صاحبه حكومه كما قال رئيس مقاتي بعهده ما بينشال من مجلس الوزراء اليت جدول الاعمال بالتدقيق ويجب مجلس النواب اللبنانيين اللي هن ملوا من هذا الواقع اللي عم يفرضوا عليهم القانون اللبناني عم يروحوا لبرا يتجوزوا وبيحني عم يفرضوا عليكم امر واقع كسلطه سياسيه انه ايضا هذا المشروع مشروع اللقاء الارثوذكسي سيساهم بهجره المدنيين والعلمانيين من لبنان لانه ما رح يكون لهم مكان بالعكس شو بدك الحكي ليكون ليمسكوا مثل ما حضرتكم مسكتوا مشروع لقاء وقتلتوا كرماله لو في بالمجلس نواب علمانيين كانوا مسكوا قانون ومشروع جديد نحن مش نواب عم تحمل المسؤولية الله والتاريخ أنا مواطن اللي حق أهلا دولة الرئيس أهلا وسهلا فيك ومرحب بك أيضا على الاستديوهات الجديد شكرا لحضورك مشاهدينا على أمل أنه فعلا نوصل لانتخابات أقله ونعد إذا هنوصل لانتخابات يعني عم نحكي بالقانون المهم القانون حسن المتابعة غدا حلقة جديدة من برنامج حدث وإلى اللقاء أهلا وسهلا